السلام عليكم ويا رب تكونوا كلكم بخير. اتنين في عيادة الدكتور منتظرين ميعاد دخولهم، الاتنين عندهم صداع شديد او الام في الراس شديد. واحد فيهم مش على بعضه، كل شوية يروح للسكرتير يسأله عن ميعاد دخوله ويستعجله ويطلب منه مية عشان يبلع مسكنات. التاني هادي وقاعد ساكت، ولكن وشه باين عليه علامات الألم. بعد ما دخلوا للدكتور، الأولاني اللي هو تعبان جدا أو بيعبر عن الألم بشدة، الدكتور كشف عليه وسمعه وطمنه، قال له هدي نفسك خالص وروح نام واهدى خالص والصداع هيروح. التاني اللي هو كان ساكت وصابر، الدكتور كشف عليه وسمعه كويس وقال له إن هنحتاج شوية فحوصات هنعملها عشان نطمن على أسباب الصداع. أنا حبيت أبدأ بالموقف البسيط ده هوت عشان أوضح لكم نقطتين مهمين جدا من وجهة نظري في موضوع الصداع أو ألم الرأس. النقطة الأولى إن الإحساس بالألم نسبي، يعني كل واحد بيختلف إحساسه بالألم على حسب قدرته وقدرة تحمله وجيناته وهكذا. النقطة الثانية اللي في غاية الأهمية إن ممكن الصداع الشديد، الآلام الشديدة في معظم الأحوال بيكون أسبابها تافهة، وممكن يكون الآلام البسيطة وراها أسباب مهمة تتطلب عمل بعض الفحوصات. مين فينا بيمر عليه شهر بدون ما يجيله صداع من حين لآخر، حتى لو صداع بسيط؟ الصداع من أهم الأعراض أو الأمراض اللي موجودة في الحياة. لو حبينا نتكلم عن أسباب الصداع محتاجين أيام مش فيديوهات، ولكن نقدر نقول إن في أسباب لها علاقة بالرأس نفسها، بالجمجمة والمخ ومستقبلات الألم داخل الجمجمة، وبعضها لآخر بيعبر عن أسباب خارج الرأس تماما. بالنسبة للأسباب اللي داخل الرأس نفسها، بتبقى ناتجة عن استحساس لمستقبلات الألم اللي في الرأس أو في المخ، وناتجة عن العضلات المحيطة بالجمجمة والأعصاب الموجودة في الرأس أو في الجمجمة، وأهمها الصداع العادي اللي بيجي لنا كلنا من حين لآخر، وممكن يكون ناتج عن قلة نوم، إرهاق، توتر، عصبية، أسباب تافهة بسيطة في معظم الأحوال. فمفيش داعي إن احنا ندخل على الإنترنت وننقي أصعب أنواع الصداع ونتقمصها أو نركبها علينا. ديت الهدف، لأن موضوع الصداع موضوع كبير جدا، أنا حبيت أبسطه النهاردة خالص وأكلمكم عن الصداع عشان ما ياخدش أكتر من حقه. بعد كده من الأسباب الأخرى اللي بتيجي في الرأس نفسها الصداع النصفي، الصداع التوتر أو الضغط النفسي أو اللي بيسموه تنشن هيديك، وفي صداع بيسموه كلاستر أو الصداع العنقودي، وبيجي في صورة عنقود أو منطقة معينة، كلاستر أو تكتل بيعمل نبض وألم شديد. وفي أسباب تانية بتيجي داخل الرأس نفسها زي العضلات الخارجية أو الشد في العضلات أو أعصاب الرأس أو الأوعية الدموية نفسها اللي داخل المخ نفسه. بعد كده عشان نتكلم عن الأسباب اللي خارج الرأس ديت بالآلاف، هنحاول نقول أهمها اللي ممكن تسبب الصداع: ارتفاع الضغط، انخفاض الضغط ممكن يسبب صداع، الإمساك ممكن يعمل صداع، الجيوب الأنفية ممكن تعمل صداع، الأذن الوسطى والأذن الداخلية والتهابات الأذن ممكن تعمل صداع، العيون ومشاكل العيون خاصة المية البيضاء والجلوكوما بتعمل صداع. من الأسباب التانية اللي ممكن تعمل صداع خارج الرأس على حسب الأهمية أو على حسب انتشارها، في أسباب ليها علاقة بعضلات الرقبة والعمود الفقري
اللي هي ممكن خشونة الفقرات، ممكن تعمل صداع برضو. بعد كده في مشاكل في تمدد الأوعية الدموية داخل المخ، ممكن يعمل صداع. بعد كده في أسباب تانية زي مثلا بعض الأدوية اللي ممكن ناخدها زي موسعات الشرايين، ودي ممكن تؤدي إلى صداع. بعد كده في التوتر الشديد وحالة الهلع والقلق، ممكن تعمل صداع. بعد كده في مشاكل داخل الجهاز الهضمي زي القولون العصبي أو آلام المعدة أو آلام الأعصاب، ممكن تعمل صداع. في صداع ممكن ينتج عن الكحة الشديدة أو أكل الحاجات المثلجة جدا زي الآيس كريم، أو الحزق الشديد أو الزعيق الشديد، ممكن يحصل شد ويعمل صداع. في أسباب أكثر ندرة زي لا قدر الله حالات الجلطات أو النزيف في المخ، زي حالات الأورام المخ، زي الأسباب الأخرى اللي ممكن تعمل صداع زي ارتفاع درجة الحرارة بجميع أنواعه وبجميع أسبابه، زي التهابات النخاع الشوكي، زي الالتهاب السحائي أو التهاب سائل المخ نفسه. بعد كده في أسباب تانية ممكن تعمل صداع زي التعرض لدرجات الحرارة الشديدة جدا زي ضربات الشمس والأشياء اللي زي كده. أسباب الصداع من كترها أنا مش فاكرها كلها دلوقتي، إنما ديت نادرة جدا جدا جدا، ولو قعدنا قلنا فترات طويلة جدا مش هنخلصها. ولكن عاوز أقول خلاصة مهمة جدا أو مجموعة من الخلاصات في موضوع الصداع. أولها، مفيش مخلوق على وجه الأرض مش هيجيله صداع، كلنا ممكن يجيلنا صداع في أي وقت وفي أي حين. تاني حاجة قلناها إن الإحساس بالألم نسبي، وممكن إحساسك غير إحساسي غير إحساس أي حد، في واحد هيصرخ، في واحد هيصبر، في واحد هيشرب كوباية شاي، في واحد هيدخل ينام وخلاص. تاني خلاصة إن معظم أسباب الصداع أسباب تافهة وبسيطة وما بتحتاجش علاج خالص ولا أي شيء من هذا الموضوع. بعد كده هو الخلاصة التانية، إذا كان عندك صداع خد الأمور ببساطة وما تدخلش على النت وتدور على أصعب الأسباب وتركبها على نفسك أو تتقمصها، لأن قلنا إن الغالبية العظمى أسباب سهلة وبسيطة. إذا جالك صداع بسيط ادخل ارتاح، اشرب كوباية شاي كنت متعود أو قهوة متعود تشربها في ميعاد وما شربتهاش في اليوم ده، ممكن يكون هو ده سبب الصداع اللي جالك. معظم أسباب الصداع اللي ليها أسباب حقيقية غير الأسباب البسيطة اللي احنا قلنا عليها، بيكون معظمها برضو ليها علاج وعلاج بسيط، سواء علاج الجيوب الأنفية، سواء علاج ارتفاع الضغط أو علاج انخفاض الضغط، أو علاج الأذن أو علاج الأسنان أو علاج الإمساك أو هذه العلاجات كلها. فروح لدكتورك وواجه، لأنك لو ما واجهتش الصداع ممكن يتمكن نفسك منك وتضطر تدخل على النت او على غيره وتشوف مصادر اخرى وتوصلك للاسباب النادره جدا اللي انا قلتها في الاخر زي الاورام او الاشياء اللي زي كده. الصداع بكررها للمره التانيه حاجه بسيطه، مفيش حد فينا على وجه الارض مش هيجيله. احساسك بالالم نسبي، واجه الصداع اذا كان مستمر او احتجت تاخد مسكنات كتير، روح لدكتورك وما تخافش، معظم الأحيان فوق 95% بتبقى أسباب منتشرة وعلاجها سهل وبسيط. اوعى تخاف من الصداع ودايما واجهه، وما تتوقعش دايما الأسباب الأخطر والأندر. وأتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة وأشوفكم على خير.